كورونا كأي مرض عادي، بس واجب علينا الحرص. النظافة لك ولأهلك ولبيتك ولمجتمعك كي نحمي أنفسنا. أهم شيء نذكر ما في داعي للخوف، ما في داعي للهلع، ولكن الحذر واجب. نحافظ على النظافة الشخصية مثل غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، يعني إذا ما كان في منظفات تانية ماء والصابون كافي. الجهل وقلة الوعي مفتاح بيتك للمرض. معلش ما نسلي وما نزعل من بعض. يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. انتصرنا بالحرب فلنتصدى للكورونا.